العالم بقطر. سعداء جدا باستضافتكم معنا وسود الأطلس، سعداء بإدخال الفرحة على نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية. شكرا لكم على التعريف بثقافتنا المغربية، شكرا لكم على التعريف بقيمنا الوطنية. موصول للسيد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم على تخصيص هذا اللقاء، الشكر موصول أيضا للسيد وليد رقراقي مدرب المنتخب الوطني. أنقل لكم تحيات نزلاء المؤسسات السجنية. ثم الفرحة والبهجة على صفوف المغاربة والعرب وإفريقيا. كان هناك أيضاً أصوات تشجعكم، تحلق عالياً رغم الاعتقال خارج أسوار السجن وتقول سير 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 سير. يعطيكم الصحة. السلام عليكم. بون سي سان بليزير نجي مع المنتخب هنا. بحال اللي قلت مع الرئيس ديال الجامعه غنجربوا ديما نديروا اون اكسيون سوسيال في اي راسمبلمون اللي نقدروا. بحال اللي قلت الدراري مهم، هاد الفرقه دابا ديال البلاد وخصهم ديما سي دي فالور على المغرب. دونك سي امبورطون بالنسبه لنا نكونوا اون فوار سي اون بو على افونير ديما كل راسمبلمون نديروا هاد لي اكسيون سوسيال باش حنا نبارتيسيبيو على النية ديالنا على البلاد ديالنا. دونك سي بيان لي جوار سون فونو سا في بليزير ا تول موند اي سي ان جيست كي تي امبورطون بالنسبه لا فيديراسيون ولا ليلي. الاجواء تبارك الله الصراحه لورغانيزاسيون كلشي مزيان. شفنا دي جون كي سون سيتياسيون ان بو ديفيسيل مي فوالا اون اي فينو بور دوني ان بو دامور اي ان بو de positivisme بحال اللي كنقول يشوفوهم لي حتى حنا معاهم وغنديروها اما هنا اما عندنا نخفلينا ان شاء الله الجمعه مي بحال اللي قلت فوالا aujourd'hui l'équipe nationale elle appartient à tout le monde وتكون مزيان ملي كنقول à tout le monde هي à tout le monde وملي جينا في un complexe pénitentiaire ça veut vraiment dire que الفرقه ديال المغاربه كاملين. عجبكم المغني الاخير اللي غنى بالراب؟ كاملين عجبونا صراحه لورغانيزاسيون لي في اللي غناو لي غارسون اللي غناو كلشي كان مزيان وشفنا ملي كانوا فرحانين يشوفونا. دونك فوالا سي بلوز امبورطون حطينا شويه ديال الجداريات ديال لامور وبحال اللي قلت بوكو دو بوزيتيفيسم وهذه اللي مهم. سي ان بليزير دو بوفوار d'avoir fait rêver les gens comme on l'a fait, d'être une source d'inspiration, pas seulement par ce qu'on a montré en termes de football, mais en termes de valeurs aussi. Donc, si ça peut aider des gens dans le système pénitentiaire par le foot et par ce qu'on a montré à trouver une nouvelle voie et à se réinsérer dans la société. Donc ça sera bénéfique et ça sera une victoire pour nous. Donc ce qu'on a fait, si ça peut aider, alhamdoulilah. Voilà, comme on l'a dit, c'est au-delà du football. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a vécu. C'était une aventure humaine incroyable. Et encore une fois, voilà, on est fiers d'avoir rendu tout le peuple heureux et on espère juste que c'est juste le début de quelque chose de bien et qu'on va continuer comme ça inchallah dans les années à suivre. اول حاجه تنبغي نشكروا المؤسسه ديال السجون، كاين الشرف نكونوا معاهم و تنبغي نقول لهم عواش مبروكه وشكرا على هذا الشيء اللي درتوا معنا اليوم و الله يطلق سراحهم ان شاء الله. ايمن بوبوح طبيب متخصص في الجراحه العامه صانع محتوى وكاتب.
إذا اليوم تلقينا واحد الدعوة من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج باش أننا نجيو يعني باش نشاركوا النزلاء الفرحة اللي عشناها احنا في قطر، لأن مشينا لقطر لمدة واحد الشهر وكانت واحد التجربة اللي هي كبيرة بزاف واستفدنا منها بزاف ديال الدروس اللي بغينا نشاركوهم مع النزلاء ونعرفوا هما كيفاش عاشوا هاد المونديال هذا الاستثنائي. وانا شخصيا مني جيت اليوم اول حاجه بعدا باش دخلت يعني شفت هاد اللمسه الابداعيه والفنيه وهاد المنتوجات هادو اللي عارضينهم النزلاء من غير الصور اللي راسمينهم ديال العابد المنتخب كاملين، وهاد يعني وبني حتى جلسنا معاهم شفنا واحد المستوى سواد النقاش اللي كبير، وهذا يعني انا شخصيا بدات كتغير لي النظره على الساجين او النازل كيفاش عايش. واظن انني كنت زعما حنا كاملين يعني المهم الناس شنو كيعاودوا، يعني عندنا يعني واحد الاحكام مسبقه على الساجين او النازل كيفاش كيفاش داير، ولكن فاش كتجي كتلقى واحد في الاخير راه حنا كلنا نقدروا نكونوا في السجن في يوم من الايام. اليوم راه حنا كنهضروا هكا، الحياه راه التقلبات ديالها ما كتعرف شنو كاين، تقدر حتى انت تكون 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 بلاصتهم. شي علاش الانسان ما خصوش يحكم على الاخر، وانه يكون عنده لومباتي، يكون عنده داك الاحساس بانه راه يقدر يكون حتى هو في البلاصه ديال السجين او النازل. وصراحه المبادره عجبتني بزاف، علاش؟ لان حلت لنا الباب باش نزيدوا نفهموا هذه المدرسه ديال الحياه ما كيسميها اي واحد اللي دخل للسجن، ونزيدو نعرفوا الخبايا ديالها ونزيدو نفهموا كيفاش عايشين الناس هنايا ونشاركوا معاهم هذه الفرحه هذه. وهادشي اللي كاين، يعني كنشكر المديريه على هذه المبادره هذه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.